كابتن محمد الألفي، هبدأ معاك. ماشي. مباراة خارج التوقعات طبعا، بتسميها ايه مباراة النهاردة؟ هي المباراة النهاردة اصلها لازم ما تتنفعش تتقسم على اتنين، لازم واحد يبقى كسبان وواحد يبقى خسران. طبعا البطولة دي بتبقى نتاج ان كل فرقة من الفرق دي كسبت بطولة افريقيا، الزمالك كسب الدوري والاهلي كسب الكاس. لكن الاستعدادات بقى للبطولة او للمباراة دي، طبعا الزمالك راح عمل معسكر في اسكندريه ولعب 3-4 مباريات هناك، والاهلي البطوله نفسها اللي هو كسبها بتاعت كاس الانديه هي اللي عملت له زي فتره اعداد. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، فريق ده اتوبيس النادي الاهلي الى ملعب المباراه، صاله الدكتور حسن مصطفى. اتفضل يا كابتن الف. فان انت تقدر تتكهن ان الماتش هيطلع ازاي، محدش يعرف مين اللي هيكسب مين اللي هيخسر. لكن ان شاء الله ان شاء الله يعملوا ماتش كويس قوي. طبعا الفرقتين اساسا اللعيبه بتاعتهم هم الاساس منتخب مصر كره اليد، في 10 او 11 من نادي الزمالك وتسعه من نادي الاهلي. فان شاء الله ونتمنى انها تطلع مباراه كويسه وما فيش فيها حزازيات، ما فيش فيها اللي يكسب مبروك واللي يخسر هارد لك. بدون حزازيات، واللي هيكسب نقول له مبروك واللي هيخسر نقول له هارد لك.